ان هو فعلا محفز جنسي قوي جدا بالنسبه للحمام بتاعنا، وبيساعد فعلا على عمليه الاخصاب، تعتبر بمثابه جميع اي تحصينات انت بتدور عليها عشان تخلي الحمام ينتج عندك باستمرار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنقدم حاجة مهمة جدا للحمام بتاعنا، هتساعدنا في زيادة الانتاج، هتحصن الحمام بتاعنا من بعض الامراض التنفسية والامراض اللي هي الفيروسية والبكتيرية. الامراض البكتيرية اللي هي زي الاسهالات والسلمونيلا اللي هي بتبقى منتشرة في التوقيت ده نظرا لانخفاض درجات الحرارة. الحمد لله لغاية دلوقتي الجو يعتبر كويس جدا، مفيش فيه اي مشاكل، ولكن بعد كده ممكن درجة الحرارة تنزل اكتر، فيبدأ الجو طبعا في أمراض، بعض الأمراض بتنتشر فيه زي الأمراض الفيروسية اللي هو فيروس النيوكاسل اللي هو بيصيب الحمام بتاعنا. فعشان كده لازم ان انا اقدم حاجات مهمة جدا في التوقيتات دي تحافظ على الحمام بتاعه، وكمان تزود الانتاج وتزود خصوبة الحمام بتاعنا. فعشان كده هتكلم على عشبة مهمة جدا النهاردة اقدمها للحمام بتاعي، وهي عشبة القرنفل. القرنفل مهم جدا جدا ان احنا لازم نقدمه لو مرة واحدة بس في الاسبوع، فعشان كده ان شاء الله هتكلم على طريقة التحضير بتاعتها اللي هي تختلف تماما عن اي طريقة تحضير بالنسبة للاعشاب اللي احنا قدمناها قبل كده، ولكن هتكلم على الفوائد العظيمة الاول بالنسبة للعشبة بتاعتنا. فمن اهم فوائد القرنفل ان هو بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المعادن والفيتامينات الهامة للحمام بتاعنا، زي الكالسيوم والفسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. القرنفل كمان بيحتوي على مضادات للأكسدة، يقلل من حالات الإسهال والإمساك في نفس الوقت، يعني مش هنلاقي عندنا أي حالات إسهالات أو إمساك عند الحمام بتاعنا خلال الفترة دي إن شاء الله. مفيد جدا للبصر ويقي الحمام من أمراض العيون. الفترة دي أو الموسم ده مليء بالأمراض التنفسية والأمراض اللي هي أمراض العيون، دمعة العين، فعشان طبعا ما نشتكيش من دمعة العين خلال الفترة دي من خلال طيارات الهواء أو الغبار بتاع الريش اللي أنا اتكلمت عليه قبل كده في فيديوهات كتيرة جدا اللي هو بتاع القلش ده، برضو بيسبب أمراض للعين. القرنفل إن شاء الله بيقي الحمام بتاعنا من أي أمراض اللي هي بالنسبة للعيون. القرنفل كمان بيعالج ويقي الجهاز التنفسي عند الحمام بتاعنا، التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد. ان شاء الله مش هنلاقي اي امراض تنفسية خلال الفترة اللي جاية لو اشتغلنا بالقرنفل، ولو مرة واحدة بس في الاسبوع هتقي حمامك من الامراض التنفسية ونزلات البرد اللي هي طبعا بتنتشر خلال الفصل ده. يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن الهامة جدا بالنسبة للحمام بتاعنا اللي هي بتعطي قوة ونشاط وحيوية دائمة للحمام بتاعنا، يعني مش هنلاقي حالات التكاسل. ساعات كده لما بنيجي نكلف الحمام بتاعنا بنلاقي بعض الحمام راكن كده على جنب، ليه؟ متكاسل. محتاج طبعا حاجة زي كده عشان نخلي طبعا الحمام بتاعنا في حيوية ونشاط دائمة في السلكة بتاعتنا او في المكان اللي احنا بنرب فيه. تميز كمان القرنفل ان هو بيحسن عملية الهضم وينظم الجهاز الهضمي ويمنع عمليات الاضطراب عند الحمام بتاعنا. بنلاقي بعض الاصوص ساعات تلاقي الفرد مفهوش اي امراض، ولكن بيحاول ان هو يرجع الاكل اللي هو كله، بنلاقي تحجر في الحويصلة، فان شاء الله ده بيحسن عملية الهضم، مش هنشتكي ان شاء الله من تحجر الحويصلة او ترجيع الاكل اللي احنا دايما بنشوفه في بعض الحمام. يعتبر من اهم روافع المناعة بالنسبة للحمام بتاعنا رافع مناعة قوي جدا او منشط للمناعة لجهاز المناعة بتاعنا، بيحمي حمامنا من اي امراض. طبعا بيعمل كحائط صد للامراض اللي هي الفيروسية او البكتيرية المنتشرة خلال الموسم ده. فطبعا انا محتاج ان انا اقدم للحمام بتاعنا رافع مناعة خاصة في التوقيت ده عشان الامراض الفيروسية اللي هي اهمها الروشة، والامراض البكتيرية اللي هي اهمها السلمونيلا اللي ممكن تقلب معانا بعد كده بهزة وتصيب الحمام بتاعنا ونعطل موسم الانتاج بتاعنا. القرنفل كمان بيقضي تماما على جميع انواع الميكروبات مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، يعني مش هنلاقي عندنا لا امراض كانكر باذن الله ولا امراض بكتيريا اسهالات ولا اي حاجه بالنسبه للحمام بتاعنا خلال فصل الشتاء. منشط كبدي وغسول كلوي، ودي اهم حاجه برضو انا بحتاجها، اللي هو المنشط الكبدي حالات التكاسل، حالات التكاسل عند الذكوره، فمحتاج ان انا انشط الكبد بتاعه، بيساعد الفرد بتاعنا على الحيويه والنشاط، فبالتالي ده بيساعد على الانتاج بتاعنا، زائد ان هو كمان بيحمي الكبد بتاعنا من اي امراض كبديه عند الحمام بتاعنا. مضاد بكتيري وفيروسي، ودي من اهم مميزات القرنفل عند الحمام بتاعنا، ان احنا عايزين المضادات البكتيريه والمضادات الفيروسيه، يعني بحمي حمامي من الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه خلال فصل الشتاء. طريقه تحضيره ان شاء الله هتختلف تماما زي ما انا قلت كده عن اي مغلي، هيبقى طبعا طريقه التحضير بتاعته عباره عن نقع، وهنقولها دلوقتي ان شاء الله مع بعض. اول حاجه يا جماعه بجيب حوالي لتر ميه، بحط عليه معلقتين من القرنفل الكبار وبسيبه يتنقع لمده 24 ساعه،
في اليوم التالي ببدأ ان انا اقدم الحمام بتاعنا القرنفل زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة يا جماعة ان احنا لازم نقدم اي عشبة او اي علاج للحمام بتاعنا على العطش لا يقل عن مدة 4 ساعات على الادوية او الاعشاب اللي احنا بنقدمها، فبالتالي بيستفاد منها باكبر قدر من الامكان. بقدم القرنفل بتاعي لو مرة واحدة بس في الاسبوع، صدقني هتقي حمامك من اي امراض بكتيرية واي امراض فيروسية، زائد انك انت هترفع مناعة فرد الحمام بتاعنا. كل الفوائد اللي احنا قلناها من خلال الفيديو هيستفاد منها الحمام بتاعنا الاعشاب دايما وقاية او حائط صد ضد اي امراض اذا كانت منتشرة في فصل الصيف او فصل الشتاء. مهم جدا ان احنا نقدم الاعشاب للحمام بتاعنا طول ما فيش اي امراض عند الحمام، فلازم طبعا ان انا اهتم بجرعات الاعشاب، مهمة جدا جدا بالنسبة للحمام بتاعنا. صدقني مش هتحتاج لاي ادوية ولا تحتاج لاي تحصينات، ودي الحاجات اللي انا بحب اشتغل بيها مع الحمام بتاعي. بقى حمامي من جميع الامراض اللي هي بتبقى منتشرة في تغيير الفصول، زائد ان انا بزود بيها الانتاج بتاعي. صدقني الاعشاب افضل حاجة تقدمها للطيور عامة وللحمام خاصة. وطبعا مش مستحب ان انا اقدم عمال على بطال ادوية للحمام بتاعنا، فطبعا الاعشاب مهمة جدا جدا لازم اهتم بيها عشان احافظ على الحمام بتاعي من بعض الامراض اللي هي بتبقى منتشرة في تغيير الفصول وبعضها. اسف جدا على الاطالة في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. متنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.